ومن أخطر القصص على قضية الخداع بالمظهر والمتاجرة بالدين واللحية والسبحة إلى آخره، ما الجريمة الكبرى عام 803 هجرية اللي يرويها لنا كل كتب التاريخ، لكن أنا ما أخذها من كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي. تيمور لينك اكتسح الممالك الإسلام، ولما حاصر دمشق أهل دمشق زووا إلى قلعة دمشق وقالوا نقاوم، وقاوموا قتلوا منهم مقتلة. فراح تيمور لينك قال يا جماعة أريد الصلح، وما أريد إلا زيارة أم حبيبة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام مدفونة عندكم. فبعثوا له رسولا ألا وهو الإمام ابن مفلح، كان قاضي القضاة يعني مثل ما تقول رئيس الوزراء. فلما راح لقى تيمور لينك قاعد بلحية الكبيرة وحاط سبحة طويلة واستغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويمسك الحياة شعره ويسبح، وصاير الأخ على آخر مزاج ديني، ها ورع. فقال يا ابن الحلال نحن لم نأتيكم غازين ولا منتهكين، نحن أتينا لأن هذه بلد الأنبياء وهذه بلد أم المؤمنين وهذه وهذه. فرجع ابن مفلح يبالغ في أخلاق تيمور لينك، خدع المظهر، أنت ما تشوف تاريخه دموي كيف تخدع يا شيخ يا قاضي القضاة. واختلفوا، غلب رأيه، فتحوا القلعة، دخل شوي شوي استعمرها، فكانت النتيجة أن ذبح الناس في المساجد وأدخل النساء في المساجد وهتكوا أعراض الصبيان وفعلوا الأفاعيل. فصحيح قاعد يسبح بمسبحة لكن قاعد يذبح. فقال الشاعر وقتها قد بلينا بأمير ظلم الناس وسبح، فهو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح. الجزار قبل الله يذبح يذكر الله أيضا. هذا هو تيمور لينك، وهذه اللحية الكذوب وخداع المظاهر.